اخوان السلام عليكم، نهاركم مبروك الاخوان كما العاده. نهار جديد يوم 7/2023 بطبيعة الحال. المهم الاخوان راه ودنا المصيد، راه المصيد راه واد الحرة كبيرة الاخوان، الحرة في مترو 20 وشي 13 في الكورون، ولكن هادشي راه بزاف الاخوان. المهم خلوكم معنا ان شاء الله، راه غادي تحت طلب بعض الاخوان المتابعين قال لكم بدي ورينا الطريقة ديال المونتاج وطريقة ديال البيروتا من الاول. وان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم راه غادي نبداو الصيادة من الاول، مونتاج كي غديروا ليه وبيلوطه كي دير تعجنوها، هذاك الشيء من الاول الى النهايه ان شاء الله الى مرحله الصيد. وخليكم معنا ان شاء الله، راه غادي نتمنوا تعموا الفائده، حنا بين الفائده تعم ان شاء الله الرحمن الرحيم والرزاق الله راه يكتب عليكم كذاب الاخوان، الرزاق الله سبحانه وتعالى. حتى واحد ما تيدي رزق ديال شي واحد ولا كيدي رزقه، هذاك الشيء اللي الطريقه والتقنيه باش تنصيد راه كما هي كما كاينه في ارض الواقع، كما غادي نوريها لكم ان شاء الله بلا زياده ولا نقصان ان شاء الله. حنا بينا كلشي يتفرج وكلشي يشد الحوت، هادشي اللي كاين الاخوان. وما تنساوش كيف ديما تابوناو معنا في القناه باش تكبروا العائله، وبارطاجيو مع العشران والاخوان، التعاليق ديالكم اكبر محفز ليا والجيمات جيمات الاخوان. حنا بنكبروا هاد العائله، حنا الهدف ديالنا هو تبادل المعارف، بنادم اي حاجه معلومه في اي منطقه ماشي غير في المغرب، المغرب خارج المغرب، شي تقنيه طريقه، حنا بينا نكونوا واحد عائله ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نستافدوا كاملين تعم الفائده. هذا هو الهدف الكبير ديالنا من هذه القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وخليكم معنا، اللي كانت شي حصيله ان شاء الله راه غادي نوافقكم بها من بعد من العجينه والمونتاج. يلا السلام عليكم اخوان. المهم نضاو شويه ربطوا على 26، الطريقة ديال العنيقة ديال الإخوان براسولة طويلة تكون قريبا فيها واحد 90 ولا 80 سنتيم. هاهي من هذا الراس للراس، متعاش من هنا الإخوان بدا تربط مكرفس، ديما خلي البراسولة شادة في الموبينة ديالها وربط باش كتلقى بتزير وكتلقى مكتضيعش ترقيعة، كتجيب هذا الراس. هانتوما الإخوان كتسنى راك تشدها بحاك، هذا الراس فوقيني كتجيبو على تحتيني بحاك، كتدور واحد 4 دورات ولا 5 السنية الأولى كتجيب هك، زيد صنارة أخرى فوق منها، تبعداش عليها، تبعداش عليها بزاف، غير تقريبا حداها باش تجي بحال فيشكا. جيب هذا الرويس، كتقاد الصنارة ديالك الاخوان اللي كتزير، تزيرش باقي هذاك تقول لي وحده صادين لك بجوج في جهه وحده، لا باش تبان لكم كتجي على هذا الشكل. هذا هو العنيق مما جا، راه كي واحد مع الاخوان راه كيدور الحوت في امور، كيدور حتى الريس في ايدو، راه الا كان شاد فيك الحوت انا براسي شحال من خطره قول ابني. ها انت الاخوان ولا تقطع تزيد او الثاني، هذه براسولة تقريبا في واحد 70 سنتيم، ثانية نفس الطريقة كتجر الخيط ديالك، الأولين درنا فيهم صنارة ديال 14 هذو نديرو فيهم 15 الإخوان، وراه كتصوت واحد القبلية الإخوان، راه كرمنا وجايين بكري، لا باقا الشمس ما طلعتش الإخوان، يلا بدا يبان الحال. السنينيرة الأولى بحك، السنينيرة الثانية نفس الطريقة الإخوان، مفيهاش حاجة واعرة، راه داكشي ساهل. هانتوما الإخوان شكي جاي، واحدة صادة هكا واحدة صادة هكا، كاينة الطريقة الأخرى الإخوان ما هداك كتلاقيهم بجوج صنارات مع بعضياتهم حدا بعضياتهم وكتسنيهم بجوجهم، هاديك تاهي راه مزيانة.
ها هما البراس ولاد ديالنا ناضين شي كيجيو الاخوان تقريبا تخلي بيناتهم واحد 10 15 سنتيم الراس فوقيني ترجعوا هاد اخوان فريشيه راهي هادي هذه هي الفريشيه راه صغيره ورا الاخوان مقارنه مع صبعي ها تقريبا قد صبعي ها انت وصغيره ها انت راه وصل صبعي الكعبه ديالو تقريبا رابح راه تقريبا اكبر من الرشم واحد شويه الاخوان بيروتا ما كتبغيش فرشيه كبيره كتدخلها في الخيط كيف العاده اخوان اللي هذا صايبوا بوحدكم من القرعه ديال هذاك اولا دوك الصنادل ديال العالين ديال بحال فويلا وهذاك راه كتصاوب منها حكه مزيان وصبيغه كحله راك ناضي ما كاينش باش تشريها خذ ديال 5 غرام فرشيه ديال 5 غرام الاخوان راه هي اللي كتخدم هذه راه 5 غرام ما كتهزهاش ولكن 5 غرام راه مزيانه راه تخدم لكم مزيانه الا في حاله ما باغينش تكرفصوا ما باغيش تصاوبوا الفريشيه هذه اللي جاي من البوبينه 30 ولا 35 الاخوان انا عندي 35 باش معمر بها 30 مزيانه باش لا كان شي ريح ولا شي بحر ما يشدش فيك الريح هذه كتضوبلها على جوج هذه الروس كيمشوا الفوق هذه كتجي لتحت كتدور واحد 4 دورات ولا 5 على حسب المهم صحح من الاحسن بنادم يصحح هاد الروس الاخرين تاهما هي يدينا راه كارمين مستمر الاخوان تشويه ديال الريق ديالك باش ما تحرقوش الخيوطه هاي السنية الإخوان كتجي على الطريقة بحال السنية هاد شنيت فات خليهم شوية باش لا تضير فيك شي حوت ولا شي حاجة يلقى فين ترويح فين هذا الشي اللي كاين ها البراس ولات الإخوان هما هادو ها وحدة فوق من وحدة هنا الإخوان راه ما كنديرو لا رشم لا قميمة لا والو كتخليهم هكا ليبر باش مني تصفى كيطلعوا لك السلاسه ديالك ما كيبقاوش مهودين لتحت يوغلوا لك صافي نيشان هاد الثقل ديال البيروطه راه كيهودها فريشيه هي صافي راه كدير الفوندو ديالك اللي بغيتي ومن الافضل بنادم يدير قصبه يعني شي 4 متر ولا 5 متر الا بيتقلب على شراغيات زينين يلا خليكم معنا ان شاء الله ندوزوا لمرحله البيروطه السدير لاصقه الاخوان دروك هاد شهر واحد وهذا يتساعدوا معاه بشويه حيدو منو داك الشي كامل متخلوهاش فيه راه كيكرفص شوية الإخوان دروك السردير راه نشف راه مبقاش داك السردير اللي كاين اللي كان في الصيف ساهل دغيا راه لاصق ومع هاد الكز راه منقولش ليكم الإخوان يا الله يجيبها سمينة يلا خليكم معنا الاخوان كملوا التنقيه ديال السادين ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال البيلوطه يلا على مولان بعد معاناه مع السرديل الاخوان اضطر صباعنا تقطعوا واضطر شي كز الاخوان والسرديل توا بارد ها الله يلا هذه صباعنا بيادو بارك الرئيس احمد نجنوا هاد شويه هادش كامل الاخوان حاولوا تبعدوا منها تحيدوها من هادشي كامل هي اخطر حاجه
راه دابا ملي كترد المشكل ديالها ملي كترد في الحوت كتلقى هي حاجز بينك وبين كتخص النار في الحوت فمو. المهم نعجنوا هاد شويه نديبانو به الرمل الاخوان رقيقه دابا الشوره عاجز الحوت ارمي الى رقيقه ما ديروش رمله حرشه باش تجي لها شيشه. كتروش الرملة بزاف الاخوان على القياس. بالنسبة للاخوان المصايد الاخوان ما تدقوش فيهم الروس، دقو سريديلات فيشكات ماشي مشكل، ما تدقوش الروس في المصايد راه كتخرجوا على المصايد راه كيدخل عليكم هذاك حتى الحوت الرقيق كيولي ساكن في ديك البلاصة اللي كتصيد بها. ما تدقوش، خلوا الحيمات زوينين سريديلات سريديلة ولا زوج فرتتوهم مع شوية سويت الرملة ولوحهم في المصيد راه مزيان. الروس راه ما كيدقوش الاخوان، الروس بلاد ما كيصيد الحويتات زوينين راه ما تدقوش الروس. شوف الديك القياس الاخوان تاهو يمشي بزاف. مبقاش ترفسو فيها بزاف الاخوان، خلوها شويه مهبره دوك الهبيرات يبقاو فيها دلكش بحكايه اصباعك هما اللي تيخدمو. ياكل الله الريس احمد، هذاك الشيء اللي كاين الريس. الله يبارك، الله يجيب سمينه. امين امين يا رب العالمين، الله يجيب شي فريجه نشطنا وتنشط المتابعين معنا على الله. حنا نديرو السبب التمر على الله نيشان مزيان جو ونصبرو السرد صبرو السرد صبرو بحال جلدات الاخوان هادو حيدوهم هادو ما خدامين لوالو ديرهم مع خديمة اللي بدكو شي سريديلات ديرو معاهم هادوك. المشكل ديال السرديلة الاخوان دابا راه ما بقاش فيه الشحمة راه كيولي تلصق شويه خصك تخدم البيلوطه مزيان. قصعوهاش الاخوان دابا السردي الحوت راه عاجز قصعوش ليه البيلوطه خلوها رطبه يجي مسها تبعو ويرجع عليها جره. هذه راه قاسها الاخوان الحوت عاجز راه ما غادي يجي جره ما كيزعمش على داك البيلوطه الاخوان تكون قاسحه. المهم الاخوان راه كنشاركوا معكم كل شيء بلا زياده بلا نقصان داك الشيء اللي كاينو اللي كنصيدوا به. راه الاخوان جاوا عندنا بعض الاخوان صيدوا معنا وراهم هم راه حضروا كل شيء داك الشيء اللي كاين راه هو اللي كنصيدوا به بلا زياده بلا نقصان. نزيدوا شويه الزيت الاخوان دابا الزيت ها انتم الاخوان زيت راه صفراء ديش داك الزيت ديال القوان وخانز ولا زويتها نقيه هادي واخا تكثر فيها ماشي مشكل. دابا السردير راه ناشف ندير واحد غليقه راه ما فيه لا ريحه لا والو الاخوان الزيت كي دايره. راه كاين الطريقه انا مخليها في القناه كيبغي دير الزويته بوحدك ما تحتاجش تشريها كاع ادخلوا القناه راه تلقاو فيديو خصيصا على هذه الطريقه كدير تصيب الزيت ديال السردير ولا كابايلا راه بجوج من نفس الطريقه. هادشي اللي كاين في الاخوان في البيلوط راه ما فيهاش شي حاجه كثيره. الاخوان البيلوط راه ناضيه دابا الهبيرات عندهم كما كتشوفوا الهبيرات هبيرات ها هما بيلوطه رطبه هذه هي بيلوطه الاخوان اللي كنصيد بها راه فيها هبيرات فيها بقى هبيرات ديولها بحال جديده نحيدهم راه رطبه الاخوان راه رطبه بزاف والحوت راه باغيها بحال الاخوان اللي قصحتيها لي راه ما يجرهاش. هادشي اللي كاين الاخوان
خليكم معنا، لكانش حاصلة غادي نوافقكم بها.